بسم الله الرحمن الرحيم، باسم مصر وباسم شعبها العظيم، ملوك الأرض، أم الدنيا، اللي للأسف بنرى ضياع مكانتها وهيبتها نتيجة لريادة وقيادة نظام سياسي فاشل أضاع مكانة مصر الدولية سياسيا واقتصاديا، أضاع موارد الدولة وأضاع الكثير من الحقوق. الحقيقة مهم جدا إنه إحنا نتحدث عن قيام ثورة والتي وجب علينا القيام بها في أسرع وقت، ولكن مهم جدا إننا نعلم ما هي أبعاد الثورة وما هي الشروط الواجب توفرها في حدوث ثورة، وكيف ننظم ثورة بشكل مختلف عن العصور السابقة. الحقيقة الثورة في مضمونها بترمز وتهدف إلى خلع نظام سياسي وإداري بأكمله، وليس فقط خلع الرئيس أو الملك أو تحويل نظام سياسي إلى آخر مشابه، التغيير الشامل في كافة أواصر النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة من أعمدة الثورات الناجحة. لما نيجي ننظر إلى الثورة الأمريكية، الثورة الأمريكية توفرت فيها شروط الثورة الناجحة. أولها هو وجود قيادة موحدة أو متفق عليها أو شبه متفق عليها من الغالبية العظمى، وده كان بيتمثل في جورج واشنطن. كانت الثورة الأمريكية شبه مدونة في مرسوم تم نقاشه مع جميع طوائف الثورة، وتحديد هذا المرسوم كدستور يحرك الثورة ويدافع عنها ويتفاوض مع كافة الطوائف الحاكمة. وكان مهم جدا أن يكون هناك خطة للتنمية بالإضافة إلى مسار واضح لكل الثوار حتى لا تتحرك الطوائف الشعبية بشكل منفرد زي ما حصل في 25 يناير وحصل حاليا. أنا لا أنتقد 25 يناير، ولكن الحقيقة لابد أن نتعلم من أخطاء. نحن نتعامل مع نظام سياسي يدير الدولة بشكل بوليسي، والنظام البوليسي في إدارة الدولة يعني أنه متفهم تماما أبعاد الحراك السياسي ويعلم كيف يكسر هذا الترابط السياسي بين طوائف الشعب للحصول على أكبر قدر ممكن من الاستقرار بالنسبة لحكمه. الشروط اللي توفرت في الثورة الأمريكية كقيادة وكمرسوم موحد وكمسار موحد وخطة للتعديلات واضحة افتقدت لها الثورة الفرنسية في البداية، وكلفت هذا الشعب الفرنسي يمكن الآلاف من القتلى والجرحى، وهو ما حدث في سيناريو 25 يناير، نظرا لعدم توفر شروط نجاح الثورة، وهي القيادة، مرسوم موحد يتحرك به الناس، ومسار واضح، وفي النهاية خطة محددة يقوم عليها مجلس قيادة الثورة أو المجموعة التي تقود الثورة. في نقطة أحب أشير ليها وهي القيادة للثورة من الخارج. الحقيقة يمكن بيحزن ناس كتير إنه الناس اللي في الخارج هي اللي بتفكر وهي اللي بتدي تعليمات وهي اللي عاوزة تحرك الناس، لكن الناس اللي جوه مش قادرة تتحرك. الحقيقة ده طبيعي جدا، لأنه النظام السياسي الدكتاتوري يعتمد على قتل القيادات. شفنا ده في جنوب أفريقيا بسجن الرئيس نيلسون مانديلا،
شفنا ده في 25 يناير، تكبيل القيادات إما بالقتل أو السجن أو النفي، ده بيكون المسار الأساسي للدولة البوليسية. وبالتالي قيادة الثورة والقيام بيها وتنظيمها من داخل مصر شبه مستحيل. وبالتالي هناك عبء كبير على الأفراد والنخب الموجودة خارج مصر لتحريك هذه الثورة، ومن ناحية رسم خطط التعديل، من ناحية تحريك الناس، من ناحية تنظيم الصفوف، من ناحية التعامل مع الدول الأخرى والسفارات الموجودة في الدول التي يعيش فيها. وبالتالي يمكن خلق مجتمع تسويقي كبير لهذه الثورة من خلال المصريين المقيمين بالخارج، ويمكن بيتعدى عددهم 12 مليون مصري مقيمين بالخارج. إذن في النهاية قيادة الثورة من الخارج، أعتقد هو ده السيناريو الأساسي في مصر. لن تنجح قيادة الثورة من الداخل نظرا للقبضة الأمنية. مهم جدا أن يكون لهذه الثورة قيادة، إما مجلس ثوري بقيادة شخص، وربما لا يتفق جموع المصريين على شخص واحد أو على مجموعة تدير. وفي النهاية لا بديل عن تشكيل مجلس لقيادة الثورة، وهذا المجلس يقوم بالتفاوض مع السلطات الحاكمة في حال سقوط النظام. لما نرجع ل 25 يناير نجد انه لم يكن هناك مجلس او لجنة او مجموعة مسؤولة عن التفاوض، وبالتالي نجح المجلس العسكري في استقطاب 6 ابريل ووعودهم، ثم الزج بهم في السجن، وبعدها الإخوان المسلمين، وبعدها الثوار، وفي النهاية تفككت صفوف الثورة المصرية. وده كان للأسف نابع من عدم وجود قيادة موحدة بدستور موحد، بخطة موحدة، بتعليمات موحدة، ما هو المطلوب من كل طائفة من أفراد الشعب عند سقوط النظام. لأنه سقوط النظام بثورة هو أسهل مراحل الثورة. أسهل مراحل الثورة هو إسقاط النظام، لأنه العدد في النهاية يسقط النظام. يعني لو اجتمع 3-4 مليون في ميدان التحرير أو حتى في شوارع القاهرة وفي المحافظات سقط النظام. إذن الطامة الكبرى هو المرحلة الانتقالية ما بين سقوط النظام إلى انتخاب نظام سياسي أو تشكيل نظام سياسي جديد. وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية هي المرحلة اللي بيتم فيها القتل والسجن والنفي والتشويه وتلفيق القضايا إلى آخره. إذن في النهاية لابد للثورة المصرية أن يجتمع فيها 4 شروط أساسية. الشرط الأول هو قيادة الثورة، وهذه القيادة قد تكون مجلس لقيادة الثورة من مثلا 15 عضو، ولهم رئيس، وهذا الرئيس ليس من الضروري أن يتفق عليه كل المصريين، لأنه أنت في النهاية تتعامل مع أمر واقع. لابد أن يقبل المصريين هذا المجلس حتى يتم الانتهاء من إسقاط النظام. يمكن تداول سلطة المجلس بسلطة أخرى كمجلس رئاسي أو مجلس لقيادة الثورة يعاد تشكيله من أفراد داخل وخارج مصر، لأنه قبل سقوط النظام من الوارد أن يكون المجلس قيادة الثورة كله من الخارج أو في أعداد من داخل مصر ولكن أسماءهم غير معروف. لكنه بعد سقوط النظام يتم وضع الشرط ده في المرسوم أو مرسوم الثورة بأنه يعاد انتخاب وتشكيل مجلس قيادة الثورة للتفاوض باسم الثورة. ده من ناحية القيادة وهو الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون هناك مسار محدد للثورة، بمعنى خريطة الطريق.
أين ومتى ستتم الانتخابات الرئاسية؟ أين ومتى ستتم الانتخابات البرلمانية؟ الجزء الثالث وهو أن يكون هناك مرسوم للثورة، وده في النهاية زي ما قلنا اللي هو بيرسم شكل وثقافة وقيادة الثورة وما سيتم بعدها. الشرط الرابع أن يكون هناك شكل لمخطط تعديل للنظم السياسية والاقتصادية فيما بعد، وكتابة دستور البلاد، لأنه في النهاية هذه الخطة سيتم التفاوض معها مع السلطات اللي بتحكم البلد في الفترة الانتقالية، وهنا هيكون طبيعي أنه يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبالتالي إذا لم يكن هناك خطة سيصبح هناك تقاسم وتشرذم وانشقاق داخل صفوف المجتمع المصري، وده اللي حصل في 2011 بداية من الإعلان الدستوري. انزلوا صوتوا على الدستور، الناس اللي فاهمة قالت لا ما تصوتوش على الدستور، وحصل انشقاق. بمناسبة التصويت على الإعلان الدستوري أشير إلى حاجة مهمة جدا، وهي طبقا لدراسات، يمكن أنا أشرت من شوية أنه الثورة الفرنسية خدت يمكن 4 5 ثورات لحد ما نجحت. الثورات تأخذ وقت للنضج، وبالتالي الدفع بالثورة في اتجاه واحد بيقتل الثورة، وده اللي حصل لما تم الدفع بالثورة في اتجاه إعلان دستورية ثم انتخابات سريعة، لأنه لم يحدث نضج واضح في المجتمع المصري وفي الثورة تؤهلها أنها تكون قوية وتستطيع أنها تتفاوض وتفرض رأيها. في خلال الفترات الانتقالية بيظهر 3 مجموعات من الناس أو الطوائف. أولها هي المجموعة الكاريزمية، بيظهر في الفترات الانتقالية مجموعة من الناس لها كاريزما معروفة في المجتمع، وبيبتدوا يقودوا الدولة في أو الثورة في اتجاههم، ويمكن بعضهم بيأسس أحزاب. مشكلة هذه المجموعة إنها إذا لم تلتزم بالدستور والمرسوم الأساسي للثورة بيحصل انشقاق. المجموعة الثانية اللي بتبتدي تظهر هي المجموعة الزبائنية، اللي هي بيتم رشوتها عشان ينزلوا ويعملوا انشقاقات في الصف. مهم جدا اننا نعرف انه هذه المجموعات بتاخد وقت. ليه؟ لانه احنا مجتمع مش ناضج سياسيا، ولا بد ان نعترف ده، احنا غير ناضجين سياسيا لانه احنا محرومين من حقوق سياسية واجتماعية لاكتر من 70 سنة. فالاجيال الجديدة يمكن من اللي عنده 70 سنة لم يرى حتى هذه الحقوق. يبقى مهم جدا في بداية تفكيرنا ان نتوحد حول قيادة بمجلس قيادة ثورة وله قائد، ليس شرط اننا كلنا نتفق عليه، لكنه في النهاية الهدف واحد، ويتم إعادة تشكيل هذا المجلس لقيادة الثورة بعد سقوط النظام لتشكيل نظام أكثر مرونة وأكثر حكمة للتفاوض بشأن الانتخابات إلى آخره. الشرط الثاني أن يكون لنا مسار واضح محدد بخارطة الطريق. الشرط الثالث هو أن يكون هناك مرسوم يتم ترجمته فيما بعد إلى دستور البلاد. والشرط الرابع هو أن يكون لنا خطة تنموية نستطيع أن إحنا في خلال السنوات المقبلة نعيد هيكلة الدولة بشكل كبير. مهم جدا انه احنا نتفهم معنى الثورة وكيف تقوم وما هي عواقبها. الثورات لا تدمر الاقتصاد، الثورات
تبني الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة الأفكار والمسلمات اللي في النهاية احنا تعودنا عليها في مجتمع بيوصف على انه مجتمع أبوي. لابد ان يكون رئيس الجمهورية شخص عنده 90 سنة وأب لنا جميعا. هذا ليس شرط. نستطيع ان ننظر الى كندا، نستطيع ان ننظر الى فرنسا. إذن ما يستطيع او من يستطيع القيام بخطة وتنظيم هو من يقود. والحقيقة التاريخ الإسلامي مليء بأمثلة من شباب صغير استطاعوا أن هم يقودوا الدول، في حين أنه عدد كبير من القادة في أعمار الحقيقة متأخرة ساهموا بشكل سلبي في هدم حضاراتنا وهدم قوتنا. الحقيقة هتكلم فيما بعد عن الخطوات اللي نتبعها للقيام بثورة ناجحة، لكن في النهاية يعني لابد من التركيز على الشروط الأربعة لتشكيل جبهة قوية تستطيع ان هي تقاوم نظام السياسي في مصر أيا كان قائده وأيا كان حجم الخيانات والتواصلات والارتباطات بين هذا النظام السياسي الخائن الموجود في مصر الآن منذ 2013 لحد النهاردة. نستطيع أن نقوم بثورة ناجحة تجبر كافة الطوائف في مصر والعالم كله على احترام إرادتنا كشعب مصري يهدف إلى الحرية وإقامة دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية. أرجو أنه أكون شاركت ولو جزء بسيط بشكل علمي مع حضراتكم كيف تكون الثورات ناجحة، وكيف يمكننا كمصريين في الداخل والخارج توحيد صفوفنا لتحقيق ثورة ناجحة وخلع هذا النظام السياسي الفاشل الفاشي بقيادة عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي أن أشارك معكم في فيديوهات أخرى، موضوعات أخرى، والحقيقة سيكون الفيديو القادم عن أسباب ضعف ثورة يناير. لم أقول ولن أقول أنها فشلت، ولكن هناك ضعف في ثورة يناير. كيف نتلافى هذه الأخطاء ونعيد إحياء ثورتنا حتى نتخلص من هذا النظام الخائن العميق؟